الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والرئيس ديال الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفات المغربية للبترول. احنا اليوم مع الرفاق ديالنا في الجمعية المغربية لحماية العام، المساندة ديال النضالات ديالهم في هذا المجال هذايا، ولا سيما المناهضة ديال المشروع المشؤوم اللي جايبو وزير العدل فيما يتعلق بالمادة الثالثة اللي بغات تغلق الأبواب على كل المجتمع المدني لتشكي أو لمحاولة ديال المناهضة ديال كل أشكال ديال النهب وديال التبديد ديال المال العام. ولعل سائل يتساءل ما علاقتنا حنا في النضال في الملف ديال لسمير مع هذا الشيء ديال الحماية ديال المال العام، لأنه اللي بغينا نقولوا شركة لسمير ليست بشركة خاصة بالمفهوم اللي يمكن يفهمه شي واحد، ولكن اللي خصنا نفهموا بأنه الشركة ديال لسمير مدينة للدولة المغربية بما يقارب واحد 75 مليار ديال الدرهم. وبمعنى إلا ما تعاودتش لسمير تحلات وتبدينا في الإنتاج، هاد 75 مليار ديال الدرهم يمكن أنها تلاح في البحر. إذا هاد الحضور ديالنا من هاد الزاوية هذه اللي هو يعني حضور تضامني، ولإطارة كذلك هذا الملف ديال الشركة ديال لسمير بأنه الحل ديالو هو الحل ديال الإحياء ديال الشركة، بالإضافة للجوانب الأخرى اللي كاينة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية، ولكن كاين ملف أساسي هو الملف ديال الإنقاذ ديال المالية العمومية المتورطة في المديونية ديال الشركة ديال لسمير اللي فيها جزء ديال القرض الحيازة اللي كان عطاه بن كيران فاش كان رئيس الحكومة وكان وزيره انذاك نزار البركه اليوم الذي يقود وزاره التجهيز، وكاين مجموعه ديال الاحكام القضائيه ومجموعه ديال الديون المخلده اليوم في الذمه ديال الشركه ديال لسمير التي لا يمكن استردادها ولا استرجاعها الا بالبحث على مخرج مشرف لهذه الشركه ديال لسمير. هذا بالاضافه لامتيازات اخرى اللي اعتقد المواطنين عارفينها ديال العوده ديال الشركه ديال لسمير، سيقطع الطريق الى حد ما حول هذه التوافقات اللي مطروحه في السوق بما يتعلق بالاسعار ديال المحروقات والنهب ديال الجيوب ديال المواطنين، وكذلك هذه الشركه ستبقى يعني صمام الامان بالنسبه للضمان ديال الامن الطاقي ديال المغرب. لا اعتقد حنا وضحنا في هذا الشيء، لان حين ما كندفعوا بهذا الشيء حنا باش نكون واضحين، حنا لسنا من دعاة ما يسمى بالتأميم بالمفهوم الكلاسيكي ديال الاشياء، ولكن اليوم حنا كنقولوا حيث انه الشركه معروضه للتصفيه القضائيه والبيع، وهذا البيع ديالها سترجع محاصيله الى الدائنين، وحيث انه الدوله هي الدائن الكبير بنسبه 80%، بمعنى العمليه ديال التفويت بمعنى عمليه بسيطه جدا، يكفي ان تكون هناك اراده سياسيه بالنسبه للدوله. بالنسبه للدوله كانت كتدفع في هذا الملف بان ما بغاش تقرب ليه لانه كاين نزاع على المستوى ديال التحكيم الدولي، ولكن تبين بانه هذا النزاع اعتقد وصل الى مراحله الاخيره، علما بانه احنا من الاول كنا كنقولوا كاين ليست هناك علاقه ما بين المسطرتين، مسطره التفويت القضائي ومسطره التحكيم الدولي، علما بانه احنا نعبر عن اسفنا الشديد على هذه المؤاخذه ديال المغرب بالاداء ديال 150 مليون ديال الدولار في هذا الملف ديال الشركه ديال لسمير. هذا يضاف الى الخسارات الاخرى، نعتقد بانه الحكومات المتعاقبه منذ الخصوصه في 97 اليوم فهي مخطئه او قصرت في حق المال العام وفي حق الاموال اللي مشات وغتمشي في القضيه ديال لسمير.